مساء الخير واهلا بكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. يعني النادي الاهلي النهارده يعني زي ما بيقولوا كده في البلد بالبلدي واحنا قاعدين على الرصيف كان ربنا في بيته في ماتش الاسماعيلي. النادي الاهلي النهارده لولا مصطفى شوبير ولولا تالق مصطفى شوبير ما يكسبش الماتش بتاع النهارده. خلينا نكون منطقيين وخلينا نكون صراحة، واحدة من أسوأ مباريات الأهلي. حتى كولر ساهم في إنها تبقى أسوأ وأسوأ بالتغييرات اللي عملها في الشوط الثاني. يظهر النادي الأهلي إنه ممتلك الكورة في الشوط الأولاني لكنه أقل خطورة بكتير. يعني لما ياخد لاعب المباراة مصطفى شوبير يبقى الأهلي كان عامل إزاي في المباراة؟ الحارس المرمى لما ياخد لاعب المباراة معناها إنه تحمل عبء المباراة. والكرة راحت له كتير وانقذ جوال كتير. مصطفى شوبير النهارده يعني وانا نازل الجول بتاع بروسيا دورتموند في باريس سان جيرمان نفس الكرة بتاعت عبد الرحمن مجدي في شوبير. بس في الوقت بتاع بروسيا جابها. مصطفى شوبير شالها. وما اتكررتش مره ولا اتنين تلات مرات يبقى انفرادات على مصطفى شوبير وكور صعبه جدا. خد بالك التسديده اللي على الارض دي بتبقى بقى قدام ال 6 يارد يعني من مسافه قريبه. وعلى الارض بتبقى صعبه جدا على حارس المرمى. مصطفى شوبير هنا في الـ في الـ في الكور اللي زي دي بيلعب على التوقع مش عينه جايبه الكوره، وده دليل على انه الرياكشن بتاعه والتوقع بتاعه عالي جدا جدا جدا. النهارده الحقيقه مصطفى شوبير بيواصل انه يحيرنا، مصر يحيرنا. يعني احنا عايزين نتلكك عشان نقول الشناوي يرجع. ليه نقول الشناوي يرجع؟ عشان في ثوابت في كرة القدم ان الحارس الاولاني لما يتصاب لما يتوقف يرجع يلعب. احنا مش قادرين نقول الشناوي يرجع. اه والله. فتحية لمصطفى شوبير على هذا الاداء، تحية لمصطفى شوبير على هذا التألق، على هذا الثبات الانفعالي، تحية لمصطفى شوبير من لاعبته من مدربه من قبلهم جمهوره انه حافظ للاهلي النهارده على الفوز. واحدة من المباريات المتواضعة للنادي الاهلي، يظهر ممتلك زمام الامور لكن الاسماعيلي كان اخطر بكتير بصراحة. يعني النهاردة التشكيل اللي لعب بيه كولر كان فيه حواديت. لعب مروان عطية واكرم توفيق مع امام عاشور ما تعرفش ليه في نص الملعب. ما انت هتلعب بمروان يا باكرم، شوية مروان يبقى في القلب واكرم يروح ناحية اليمين وامام عاشور ناحيه الشمال شويه يعكسوا. لكن تالق اكرم عايز يقول ان انت تالقت فلازم تلعب. لا ما هو يا مروان يا اكرم، يعني ده الف ب ولا ايه؟ عشان كده كانت الايجابيه قليله على مرمى فريق الاسماعيلي في الشوط الاولاني. حتى الجول اللي جه تسديده من بيرسي تاو اي كلام خبطت في رجل الباك السرد باك بتاع الاسماعيلي وغيرت اتجاهها جول ما لا يسال عنه احمد عادل عبد المنعم. الشوط الثاني بمهاره خاصه من امام عاشور وبثرو باص خاص كالعاده من علي معلول، علي معلول لحسين الشحات، اتدلع فيها حسين الشحات اتلموا عليه رجعها تاني لعلي معلول، عمل الثرو باص لامام عاشور راح رقص الباك على الثابته وبعدين حطها في سقف الجول من فوق حارس المرمى في السقف صاروخ طبعا عشان يجيب الجول الثاني.